عنده دجاج. ايوه ما يسمع كلام ابوه. ايوه مسوي بكذا ها. انت تعلم عيال؟ ايه ايه. وش تشوفون؟ تشوفون دجاج؟ شوف الدجاج اللي ما يسمع كلام بابا وش يقول؟ يم يم. مسوي كذا؟ اللي ما يسمع كلامي اسوي زي كذا. هذا ابوهم طبعا جايب العيال هنا يهددهم طبعا يقول شقول شقول يهدد جاب العيد شقول جاب العيد ابوهم شقول يا فهد ما قلت شيء.